بخاري صديقي مساء الفل يا بص والله لو اني عارفك انا ما بيسأل الا عندك وايه المشكله نعيدها من الاول تاني مش حلو على طول ده نشوفك واقف على الباب يا صديقي عندنا عادي برايفت انت عارف ما بتدخلش جوه لما تبقى سكران واشيلك لحد البيت بخاري استام بدي جارد عندنا من مصر كنت لوحدك ما حدا حيدير باله عليك غيره يعني لو انا سكرت بتوصلني لحد البيت لحد السرير وحياتك بصوا حاجتك تمام فلوسك فين جاي على الطريق يعني جاي على الطريق يعني جاي على الطريق مفيش حاجه يا ولاد الكلب اوعى يا اوعى يا اوعى يا اوعى يا اوعى مش اي حاجه عشان الواجب اللي عملته معاكي بعد شوي بس انا ما كنت عارفه انك هيك قبضاي هو انت لسه شفت قبضايات سمعت اغنيه بوشه خير ايه سمعتها بتجنن معايا بقى هتشوفي كل خير مشكله بس الواد صلاح واخد مفتاح الشقه ومش عارفه بات فين ما علي انا ما عندي اول ما شفتك قلت عليكي بنت جدع سيد يا صلاح وضربوا يا سيد ايه اللي حصل عملوها معايا خدوا الحاجه كلها دغدغوني يا سيد بسوا يا صلاح مش قادر اقف طب لف بسرعه اسميني على البيت